هلا لو بدي هون اخذ مجموعه اجمعهم نفس الشيء بطريقه السوبر بوزيشن راح يكون عندي هاي راح اعتبرها ار2 راح اخذ في1 اوف تي هاي راح اخذها كمان ار2 في2 اوف تي في3 اوف تي وبعدين عندي هون لازم اشبك مقاومه بدها تكون مساويه للبارلل كومبينيشن لهدول كلهم بدها تساوي ار1 بارلل مع ار2 بالعدد اللي موجود هون او ار1 ان بارلل مع ار2 على ان اذا كان هدول عددهم ان من هون والاوتبوت هلا عندي راح يصير بالسوبر بوزيشن راح يصير في اوت اوف تي بتساوي ماينس ار1 على ار2 مجموع v1 اوف تي زائد v2 اوف تي vn اوف تي هيك انا جمعت كل المجموعات دول عملت لهم سبميشن ايش عندنا كمان غير هدول هلا ممكن ننتقل لل انتجريتر انتجريشن هلا اذا بدي ابني من هذا انتجريتر ايش بدي استعمل؟ كاباسيتر ناخذ هذا ار هذا ار ايش الامبيدنس تبعت الكاباستر؟ 1 اوفر دي دي سي دي سي راح تكون اوبن شيك كان اوبن سيركت بالنسبه للدي سي كان هون عندي هذا في اوتبوت اوف تي وهاي هون في انبوت اوف تي هلا هون راح يكون بمر عندي كرنت اي 1 اوف تي حسب نفس فكرة الـ Virtual Ground قديش راح يكون قيمة الـ Current I1 of T؟ I1 of T راح يساوي V input of T على R مضبوط؟ أنا function of time إذا الآن إذا عملت integration صار عندي هلا V out of T بده يساوي راح يساوي الـ integration integration لـ I إيش راح يعطيني؟ integration لـ I في البداية راح يعطيني Q بعدين بقسمه على C مش هيك؟ فبصير عندي integration من 0 تي هلا هي دامي فيريبل خلينا نحطها كدامي فيريبل راح اسميها تاو او فوق ار خلينا نسمي هذه تي وهي راح اسميها دي تاو وهذه اي 1 اوف تاو وعندي هون هذه واحد على سي مش هيك؟ هاي صارت عباره عن في شو بتساوي؟ كيو على سي مضبوط؟ كيو شو بتساوي؟ كيو تبعت الكاباسيتر سي اي تاو او تي تساوي الانتجريشن من زيرو لتي الشحنه هي تكامل ايش؟ الشحنه تكامل التيار فالتيار عندي من هون اي 1 اوف تاو دي تاو وهذا هو عباره عن في انبوت فمكان هذا بامكان الان احط في انبوت اوف تاو على مضبوط والفي تبع الكاباستر شو بيساوي؟ كيو على سي مضبوط؟ فإذا صار عندي هلا V out of T بيساوي 1 على RC تكامل من 0 ل T وتاو طبعا هو الدمي فيرجن هذا ايش بنسميه الانتجرال اللي زي هيك هذا بنسميه اندفنت انتجرال لانه ما بيطلع معي رقم في النهايه بيطلع معي فانكشن فلذلك بستعمل فيريبل هون بختفي عن الفيريبل اللي هون هذا دمي فيريبل بختفي التاو فبصير عندي هلا هون V input of tau d tau على r طلعناها برا وصار هذا هون كانه عندي constant فانا عمالي بعمل integration ل الانبوت فولتج حتى يعطيني الاوتبوت فولتج والمعامل تبعهم عباره عن واحد على قيم r c مثلا لو اخذت قيم r c لو اخذت مثلا r 1 ميجا اوم و c 1 مايكرو فرد حيكون حاصل ضربهم 1 فبصير عندي V out of T بيساوي 0 to T بهي الحالة الخاصة صار عندي هذا الانتجريشن طبعا هذا فيه مشكلة
المشكلة الأساسية إنه إذا في عندي impractical values. لا لا هدول practical ما في مشكلة، واحد ميجا، واحد ميجا أوم، واحد مايكروفارد. لكن لو هذا الفولتج الدي سي اللي حطيته هون في ما كان سيمتريكال حوالين ال، يعني خلينا هون نرسم أرسم ويف فورم معينة. لو هذا هو في input of t، في input of t في له قيمة above الزيرو، شو راح يصير في النهاية في الأوتبوت؟ وصل infinity. تمام. إذا خلينا نرسمها بشكل ثاني، خلينا نحاول نرسمها بشكل ثاني عشان أوصلكم الفكرة. لو في input of t هيك، إيش هذه مكون الإشارة؟ إيش هاي الإشارة؟ هل هي AC ولا DC؟ AC superposed. تمام. إذا هي sum of AC and DC. في عبارة AC معمول له superposition على DC. تكامل ال AC إيش رح يعطيني؟ zero. ال average تبعه zero. بس تكامله لو كاملت أنا sinusoidal waveform رح تعطيني sinusoidal بس shifted in time. ما فيش مشكلة، هاي بتطلع معي. لكن تكامل ال DC إيش رح يعطيني؟ infinity. هاي المشكلة. هاي احد، وهاي بنسميها عاده الشيفت. اذا عندي شيفت في سيجنال، يعني هاي راح تشوفوها بعدين لما نيجي على الاكسلروميتر. بعض اكسلروميتر، هذا هي الاكسلروميتر هون بعطيني اشاره، والاشاره بعدين بدي اكاملها. ليش بحاول اكامل اشاره الاكسلروميتر؟ عشان ايش؟ احصل اجيب السرعه، عشان اجيب في اوف تي. تمام ماشي. لكن المشكله احيانا بتكون عندي انه بعض اكسلروميترز فيهم شيفت ما بيكون هو افريج، وبعدين بعطيني القيمه وبرد برجع مره ثانيه. يعني مثلا طلع هاي الاشاره، هذه A of T الاكسلريشن از فانكشن تايم. وين بجيبه هذا؟ من الاكسلروميتر. هلا حتى اطلع منه V of T بدي اكامله، مش هيك؟ لاحظوا هلا اذا كاملته هذا هون، هاي الفتره حتكون عمالها بتزيد السرعه فيها، مزبوط؟ بعدين هم بترد بتزيد لانه مساحه، مش هيك؟ بس بتوصل لما الاكسلريشن زيرو معناها السرعه كونستنت. تمام. لحد ما اوصل هون هيك ممتاز، كل شيء ممتاز الوضع هون، مزبوط؟ ما في مشكله. لانه الاي سي ايش كان؟ لانه الاكسلروميتر سيجنال شو كان الوضع تبعها؟ فيش فيها شيء. لما في اكسلريشن اعطتني فاليو، لما فيش اكسلريشن ما اعطتني فاليو. لو هذا الاكسلروميتر في مشكله، هي مش مشكله بتصير في هذا، انه هذا كله معمول له شيفتنج ب1 مثلا ميلي فولت او مايكرو فولت لفوق، فلما اعطاني الاشاره اعطاني هيك. هلا هاي صارت مكونه كانها من جزئين، في الجزء الاصلي الصحيح الممتاز اللي ما فيش فيه مشكله، وايش مضاف له؟ دي سي. دي سي مرفوع لفوق. هذا مشكلة الدي سي، شو راح يعمل بالفي اي في بال بالاكس السبيد سيجنال هاي؟ شوفوا كيف السيجنال راح تطلع هلا. زي الرام. راح تطلع هاي كأنها مركبة على رام، فراح يصير شكلها زي هيك. شايفين شكلها كيف هاي هيك؟ هلا هاي إذا بدخل هاي السيجنال اللي معمولها شيفتنج، بدخلها على انتجريتر زي هذا من هون، رح يضل يعمل يزيد من هون، رح يضل هالفيلوسيتي تطلع معي بهذا الشكل، وهذا خطأ. المفروض ايش انها تعمل؟ ترجع من هون. هذه في اكثر من طريقة لحلها. احد الحلول هذه احد الحلول، هذا مش الحل الوحيد، في حلول ثانية صارت بالسوفت وير نعملها. يعني اذا انا جيت قلت لك اصلا بالسوفت وير، لو قلت لك انه السرعة هون زيرو، انا كبست كبسة قلت لك انه السرعه زيرو، مش تقدر تصحح؟ اه تقدر تنزل كل شيء ترجع لهون وتصحح كل هاي. هاي احد الطرق المستعمله. لكن في طريقه ثانيه، عشان ما عملت ساتوريشن لهذا الانتجريتر، بنحط هون ريزيستر بيكون 10 اضعاف الريزيستر اللي موجود هون، بخفف الجين تبع الدي سي. يعني بقتل الدي سي جين، بنزل الجين تبع الدي سي، لانه انت فعليا تطلع على هاي الدائره بدون الازرق، قديش الجين تبع الدي سي؟ قديش الامبيدنس تبع الكاباستر بالنسبه للدي سي؟
انفينيتي انفينيتي اذا انفينيتي على ار شو راح تعطيني انفينيتي فهذا هون اذا دخلت له دي سي شو راح يعمل فيه راح يضل يكبره ويكبره ويكبره مش هيك حتى اقتل الجين تبع الدي سي شو بحط ار لما بحطها مع انفينيتي شو بتضلها تقريبا ار فبصير عندي الجين للدي سي هلا لسه في دي سي جين بس اقل لكن بشكل عام بشكل عام الطريقه الاحسن هلا الحديثه صارت لتصحيح هذا الخطا اني انا اصححه بالسوفت وير فانا لو رحت كاباستور قبل الانبوت ممكن ممكن بس ما هو بدك تدير بالك شو ممكن بدك تحاول تعمل طريقه معينه تتخلص من الدي سي مش هيك تتخلص من الدي سي شكل ماشي واضحه هذه اذا هذا